بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمي أمين. ثم أما بعد، تحية فلسفية على كل المشاهدين الكرام، ونصحبكم اليوم في رحلة مع كتاب مصادر فلسفية. وهذا الكتاب يعد ضروريا في الحقيقة لكل دارس ولكل محب للفلسفة ولكل باحث ولكل متمرس، لأنه يتناول أهم 10 كتب في تاريخ الفلسفة منذ نشأتها وحتى الفلسفة المعاصرة الراهنة في هذه الأيام. فإذا ما بدأنا الحديث عن هذه الكتب 10 التي ينبغي أن يعرفها المقبل على دراسة الفلسفة والمبتدئ في تعلم الفلسفة، لأن هذه الكتب 10 أثرت في كل الفلاسفة منذ البدايات وحتى أيامنا الحالية. وإذا بدأنا بالكتاب الأول وهو يحمل عنوان الكتب 5 لكونفوشيوس أو الفايف كلاسيك، الكتب 5 القديمة، هذا اسم كتاب للفيلسوف الصيني كونفوشيوس. وهذا الفيلسوف عمد على إحياء التراث الصيني القديم، فمكث على كل المعارف والعلوم القديمة وأخذ يشرحها ويبسطها ويبني عليها ليبني نهضة علمية، ثم استند إلى الأخلاق والسياسة وعمل عليهما. فالغريب أن هذا الفيلسوف الصيني القديم الذي ولد عام 551 قبل الميلاد يعمل على صناعة حضارة صينية قديمة أبدعت حضارة كانت من أكبر حضارات الشرق الأدنى القديم، ولذلك كان كونفوشيوس رائد هذه الحضارة ومفكرها وصانع من صناعها الذين لا يمكن أن ننكرها. ونحن اليوم وبصدد إنشاء حضارة مصرية وإنشاء وطن قوي يعيد إلى الأذهان ما كانت عليه الأمة العربية في بدايات القرن الأول والثاني والثالث والرابع الهجري، نعود إلى كونفوشيوس لنتعلم منه. وكونفوشيوس هذا بدأ راعيا للغنم، طفلا يتيما يرعى الغنم في بلاد الصين، لكنه أقبل على القراءة وعلى العلم بشغف شديد جدا، حتى أخذ يتمرس في علوم السياسة حتى وصل إلى منصب الوزير. وبعد ذلك أقام العدل وأقام المساواة بين الناس، فتقدمت الولايات الصينية القديمة، ولذلك قيل إن العدل أساس الملك. ولذلك قامت الفلسفة الكونفوشية القديمة على أساس العدل، وظل التعليم كونفوشيوس في الصين حتى القرن العشرين، ولم تنافسها إلا الماركسية والشيوعية والفلسفات الحديثة، لكنها بقيت إلى أمد طويل تغذي الأخلاق وتعمل على المساواة والعدل بين الناس، وأن العدل هو أساس الملك وأساس الحضارة. هذه محتوى سريع للكتب 5 الأولى التي يتناولها الكتاب الأول من هذا الكتاب الذي يتناول كتب 10 أثرت في تاريخ الفلسفة أيما تأثير. فإذا ما تركنا كونفوشيوس والحضارة اليونانية التي تمثل إحدى حضارات الشرق الأدنى القديم، وانتقلنا إلى الحضارة اليونانية التي شهدت بزوغ الفلسفة بمعناها الحقيقي، ندرس كتاب من أهم الكتب للفيلسوف اليوناني أرسطو الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد. وهذا الفيلسوف أرسطو كان تلميذا لأفلاطون، الفيلسوف اليوناني الكبير، وأفلاطون كان تلميذا للفيلسوف سقراط، ولكن في الحقيقة كان أرسطو أقوى هؤلاء الفلاسفة الثلاثة، لأنه تعلم ووقف على أكتافهم، ومن يقف على أكتاف الغير
يرى أبعد وأطول منهم. ولذلك كان أرسطو ويقال في بعض الناس يرى في أرسطو مؤسس جميع العلوم الحديثة، مؤسس الكيمياء والفلسفة والمنطق والفيزياء والأحياء والتاريخ والجغرافيا، كل هذه العلوم. لأن أرسطو كان له مدرسة سماها اللوكيون، وأرسطو هذا لم يكن أثينيا خالصا، ولكنه ولد في مدينة خارج أثينا. ولذلك عندما مات أفلاطون لم يتمكن أرسطو من أن يكون رئيس الأكاديمية الأفلاطونية، ولكن لأنه لم يكن أثينيا خالصا، وكانت هذه المناصب لا توسد إلا إلى أبناء أثينا. ولذلك ترك أرسطو قميص أكاديمية أفلاطون بعد وفاة أستاذه أفلاطون، وذهب ليكون أستاذا لابن الملك فيليب المقدوني، الذي هو يكون بعد ذلك، يعني هذا الولد هو الإسكندر الأكبر الذي فتح وملك الدنيا بأسرها. أرسطو وأفلاطون كانوا يؤمنون بنظرية غريبة جدا، أن على الحكماء أن يتعلموا، على الحكام أن يتعلموا الفلسفة، ولا بد للحاكم أن يكون فيلسوفا. ولما رأى أفلاطون يعني صعوبة أن يصل الفلاسفة إلى الحكم، رأوا أن يعلموا الحكام الفلسفة، وتحقق ذلك بالفعل على يد تلميذه أرسطو الذي كان معلما للإسكندر الأكبر. وانظر أيها المشاهد الكريم كيف جعلت الفلسفة من هذا الحاكم حاكما عظيما، استطاع أن يكون إمبراطورية كبيرة لا تغيب عنها الشمس رغم وفاته في قبل أن يبلغ يعني سنا كبيرا، فقد توفي الإسكندر الأكبر عن عمر يناهز 33 عاما، لكنه بنى إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. ولما كان أرسطو معلما للإسكندر، وبعد أن أنهى فترة تعليم الإسكندر الأكبر، اقترح على الإسكندر أن يساعده في إنشاء أكاديمية خاصة له، أطلق عليها اسم اللوكيون أو الليسي. وبعد ذلك انتهجت نهجا تجريبيا عقلانيا يدرس في جميع العلوم، وجعل له مدرسة كبيرة ومساعدون يساعدوه في كل شيء، حتى استطاع أن يؤسس علوما كثيرة. وسيطر أرسطو وفكره على الفكر لمدة 20 قرنا من الزمان، ظل يدرس في أوروبا ويدرس في عالم أجمع الفكر الأرسطي حتى القرن 16 في أوروبا، حتى صارت عليه قامت عليه الثورات العلمية الحديثة. ونحن حتى الآن ما زلنا ندرس المنطق الأرسطي في جامعتنا العربية، وما زالت الجامعات الأوروبية أيضا تدرس المنطق الأرسطي كجزء من تاريخ المنطق. أرسطو في كتابه ما بعد الطبيعة، هذا الكتاب له قصة يعني غريبة، كلمة الميتافيزيقا أي ما وراء الطبيعة، هذه الكلمة التي كانت بعد ذلك عنوان الكتاب الثاني من كتابنا هذا، كتاب الميتافيزيقا، لم يكن هذا الاسم من اختراع أرسطو، ولم يعرفه أرسطو، ولم يطلقه أساسا على كتابه، ولكن تلميذه أحد من تلاميذه بعد 100 عام من وفاة أرسطو أخذ يرتب كتب أرسطو، فوضع على الرف كتب الطبيعيات ووجد هذا الكتاب بلا عنوان، وكأن مثلا جلد الكتاب الذي يحمل العنوان قد فقد، فأطلق على هذا الكتاب ما بعد الطبيعة، أي كتب الطبيعة، هذا الكتاب ما بعد الطبيعة الميتافيزيكس، ومن هنا أطلق على هذا الكتاب اسم الميتافيزيقا، وهو العلم الذي يدرس فيما وراء الطبيعة، الذي يدرس الإلهيات ويدرس الغيبيات ويدرس كل هذه الأشياء. ولذلك كان هذا الكتاب الميتافيزيقا علامة من علامات الفلسفة، حتى أصبحت الميتافيزيقا مادة تدرس في أقسام الفلسفة في كل جامعاتنا العربية، بل والجامعات الأوروبية والعالمية، نظرا لتأثير هذا الكتاب الغير عادي في تاريخ الفلسفة كلها. ولذلك كان واجبا علينا أن نعطي فكرة من خلال كتاب مصادر فلسفية عن كتاب أرسطو. فإذا ما انتقلنا، نحن انتقلنا أيها المشاهد الكريم من
الحضارة، حضارة الشرق الأدنى القديم في الصين، ثم الحضارة اليونانية، ثم نعود إلى الحضارة العربية التي ازدهرت بعد ذلك، ونعود إلى ثلاثة كتب. الكتاب الأول هو كتاب الحروف، وهذا الكتاب يدرس العلاقة الوطيدة بين اللغة والفلسفة، بين اللغة والمنطق. فاللغة أو المنطق نحو عقلي، والنحو منطق لغوي، أي أنك إذا أردت أن تتكلم لغة سليمة فلا بد عليك أن تتعلم علم النحو. أما إذا أردت أن تفكر تفكيرا سليما فعليك أن تتعلم الفلسفة وتتعلم المنطق. ويدرس هذا الكتاب وهو كتاب الحروف كيفية التفكير، كيف نفكر تفكيرا سليما يتسق مع اللغة، وكيف لا نستخدم لغة في غير محلها. وهنا يعالج إشكاليات عظيمة. مثلا نحن عندنا يعني مسميات لأشياء غير واقعية، مثلا الغول. ما هو الغول في حياتنا؟ هذا يعني شيء غير موجود وما زلنا نستخدمه. نستخدم ألفاظا غير واقعية وغير علمية، مثلا طلعت الشمس، غربت الشمس، الشمس لا تطلع ولا تغرب، الشمس ثابتة في مكانها، والأرض هي التي تدور حول الشمس أو في فلك الشمس. نستخدم برضو أشياء يعني نقول فلان دمه خفيف ودمه ثقيل ودمه خفيف. الإنسان دمه هو دمه، ليس هناك دما خفيفا ودما ثقيلا، ولكن هذه أشياء صرحنا عليها لا وجود لها في الواقع، وتؤدي بالمناسبة إلى خطأ التفكير. مثلا نستخدم لفظا واحد بألفاظ متعددة، مثلا الجبن. أنا عندنا الجبن الذي يؤكل، والجبن بمعنى الخوف الشديد. فماذا لو قال أحد الناس الجبن لذيذ؟ هل يقصد به الجبن الذي يؤكل أم الجبن هو الخوف الشديد؟ هذا الكتاب يعالج هذه المصطلحات. فمثلا يعني إيه، عندنا مسمى واحد أو شيء واحد له أسماء عديدة. عندنا مثلا الأسد، الليث، الغضنفر، الضرغام، الهيثم، مسميات كثيرة جدا لكائن واحد، ربما القسورة ربما يؤدي هذا إلى الوقوع في الخطأ، وربما نضع كلمة في غير موضعها فيعني توقعنا في مشاكل لا حصر لها. هذا الكتاب الذي سماه كتاب الحروف يعالج في الفارابي هذه القضية الشائكة، قضية اللغة والفكر أو التفكير واللغة، وكيف نستطيع أن نوفق بين تفكيرنا وبين اللغة التي نستخدمها. فأثر هذا الكتاب العظيم الذي ألفه المعلم الثاني أبو نصر الفارابي في تاريخ الفلسفة، أثر في ابن سينا، وأثر في ابن باز الأندلسي، وفي ابن طفيل، وفي ابن رشد، وفي الغزالي، وفي موسى بن ميمون، وفي كثير من الفلاسفة، حتى فلاسفة العصور الوسطى المسيحية تأثروا بهذا الكتاب الرائع والممتع. وإذا انتقلنا إلى كتاب آخر أثر أبلغ تأثير في الحضارة الإسلامية بل والحضارة الأوروبية، وهو كتاب حي بن يقظان للفيلسوف الأندلسي ابن طفيل. وهو يحكي في هذا الكتاب قصة رمزية، أن إنسان ولدته أمه ثم ألقي به في اليم أو في البحر، فأخذ البحر إلى جزيرة مهجورة، عاش في هذه الجزيرة المهجورة، واستطاع بعقله أن يتعرف على كل شيء وأن يصل إلى وجود الله سبحانه وتعالى، وأن يعبد الله حق العبادة بالعقل، وأن يتأمل فيما خلق الله سبحانه وتعالى، وأن يستر عورته، وأن يعبد الله كأنه يراه، كل ذلك بالعقل الإنساني. وقد أراد ابن طفيل من هذا الكتاب الذي ذكر في الحضارة الأوروبية أكثر من الحضارة الإسلامية، ونسبت الكتب يعني الموازية له أو المتأثرة به في الحضارة الأوروبية كثيرا. وأذكر بعض القصص والأفلام السينمائية التي عرضت، التي أخذت من هذا الكتاب لطرزان أو كائن بشري يعيش في الغابة، ثم يهتدي إلى حقائق يهتدي إليها الإنسان عبر الوحي وعبر العلم، لكن هذا الإنسان بواسطة عقله استطاع أن يصل إلى هذه الحقائق في قصة رمزية ممتعة جدا، وهي قصة حي ابن القزان. فإذا انتقلنا بعد ذلك
وهذا الكتاب هو كتاب محوري في الحضارة العربية كلها وفي الفلسفة العربية، ولا غنى عنه لأي مثقف على الإطلاق، لأنه يعالج القضية المحورية بعد أن قفر الإمام الغزالي الفلاسفة. وفي هذا الكتاب يضع ابن رشد الأندلسي أو أبو الوليد ابن رشد الأندلسي حلا لهذه المعضلة التي يرى بعض الناس أو ينظر بعض الناس إلى الفلسفة على أنها تضاد الدين وضد الشريعة، لكنه يقول الكلمة الفصل في كتاب فصل المقال ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، ويقول الفلسفة لها مجالها العقلي الذي يؤدي إلى الحقيقة، والشريعة لها مجالها السماوي الذي يؤدي إلى الحقيقة، فهذه حق وهذه حق، والحق لا يضاد الحق ولكن يشهد له ويوافقه. ثم ننتقل بعد أن تنزوي الحضارة الإسلامية العربية في دائرة النسيان، ننتقل إلى كتاب آخر ولكن في الحضارة الأوروبية الحديثة، وهو كتاب الأورجانون الجديد لفرانسيس بيكون. وبيكون هذا كان حامل الأختام الملكية للملكة إليزابيث، وكان له تاريخ سياسي عريق، لكنه أراد أن يتخلص من منطق أرسطو ومن أورجانون أرسطو في التفكير، ورأى أنه تفكير عقيم لا يؤدي إلى زيادة العلم ولا يناسب العصر، فقدم أورجانونه الجديد الذي يتخلص من الأوهام الأربعة الذي قال فيها أولا أوهام الجنس البشري، وفما هي هذه الأوهام التي رأى بيكون ضرورة التخلص منها في هذا الكتاب، هو التصرف في إصدار الأحكام. فعلى سبيل المثال، إذا نزل إنسان في قرية أو في مدينة وسرقت ساعته أو محفظته، فنجده سرعان ما يصدر حكما متعجلا بأن كل سكان هذه المدينة لصوص وما إلى ذلك، وهذا تصرف في الأحكام، وهذا ينافي العقل وينافي المنطق ويؤدي إلى الوقوع في خطأ التفكير. ثم أنه أراد أيضا أن يتخلص من وهم آخر، وهو وهم الكهف، أي أوهام التي اكتسبها الإنسان أو المعارف التي اكتسبها الإنسان بحكم انتمائه لمهنة معينة أو لبيئة معينة أو لثقافة معينة. فسأعطي مثال يوضح هذه المسألة التي رأى فرانسيس بيكون ضرورة التخلص منها. علم الباليه مثلا أو فن الباليه، إذا ذكرت الاثنين أو الاثنين، الأول مثل أسرة متحررة والآخر تربى في أسرة إخوانية أو سلفية أو متدينة يعني، الأول سيرى في فن الباليه فن راقي يعبر عن تناسق الجسد الإنساني وحركات تناسق الجسد الإنساني، له جمالياته وله رونقة. أما الآخر فسيرى صاحب الأسرة المتدينة أو الخلفية السلفية أو الخلفية الإخوانية، سيرى في هذا الفن فسق ورجس من عمل الشيطان، وأنه ضد الدين وضد كل الشرائع السماوية. ولذلك أراد فرانسيس بيكون في هذا الكتاب أن يتخلص من هذه الأوهام التي تعوق الإنسان عن التفكير الصحيح نتيجة لانتمائه لطبقة فكرية أو لأسرة معينة أو لمهنة معينة. الوهم الثالث الذي رأى فرانسيس بيكون ضرورة التخلص منه هو أوهام اللغة، والتي تحدثنا عنها في عرضنا لكتاب الحروف للفارابي. ثم بعد ذلك أوهام المسرح، وهي تلك الأوهام التي من الممكن أن يقع فيها الإنسان نتيجة لتأثره بمشاهير بآراء المشاهير. وأنا أحذرنا، ليس كل مشهور يقول رأيا نأخذه بدون فحص أو تمحيص، لابد أن نتوقف ونعرض كل الآراء ولا يعني نعتد بمن أتت من حيث أتت. كل ابن آدم قابل الخطأ وقابل الصواب، وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففرانسيس بيكون أراد أن لا نقدس أحد وأن نخضع كل الآراء لميزان الفحص والتمحيص. هذا هو الكتاب العظيم الذي قدمه لنا فرانسيس بيكون. فإذا ما انتقلنا من بيكون إلى ديكارت صاحب كتاب التأملات في الفلسفة الأولى، الذي رأى أن العقل أعدل الأشياء قسمة بين البشر، أراد أن يعني أن يدمر
كل النظريات التي تفضل جنس على جنس آخر، جنس آري على جنس سامي، برأى أن الله سبحانه وتعالى خلق العقل وجعله أعدل الأشياء قسمة بين البشر حتى تساهم كل الحضارات وكل الأمم في صناعة الحضارة وفي تقدم الأمم وفي تحقيق الرفاهية للإنسان. ولذلك رأى أن العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين البشر، ورأى أيضا أن علينا ألا نقبل من الحقائق ما لم يكن بديهيا، وإذا قابلتنا مشكلة فعلينا أن نقوم بتحليل هذه المشكلة إلى العناصر التي تتكون منها حتى نقف على العنصر الذي فيه المشكلة، ثم بعد ذلك نعيد تركيب المشكلة، ثم بعد ذلك نقوم بعملية المراجعة والإحصاء. ويضرب لنا مثلا بالسيارة، بموتور السيارة، إذا أصابه عطب فتوقفت السيارة، عندما تتوقف السيارة أعرف أن هناك عطب وأن هناك خطأ، ولذلك أكشف عن الموتور فأقوم بتحليله وفكه حتى أعثر على ما موضع أو مكان العطب فأصلحه، ثم بعد ذلك أقوم بالمراجعة والإحصاء حتى لا أكون نسيت شيئا، ثم بعد ذلك أغلق السيارة ثم أنطلق. ولذلك كان يعبر هذا كان منهج ريني ديكارت في معالجة المشاكل، يضرب لنا منهجا ويضع لنا منهجا لحل كل المشكلات التي ممكن أن تواجهنا في حياتنا. فكان لهذا الكتاب أهمية كبيرة في تاريخ الفلسفة. بعد ذلك ننتقل إلى كتاب تاسع له من الأهمية بمكان، وهو كتاب علمونا بولوجيا لايبنتس. ولايبنتس هذا فيلسوف فرنساوي كان يعمل أيضا بحقل السياسة، وبالمناسبة كان له مشروع سياسي ومخطوط سري لغزو مصر، تم تحقيق هذا المخطوط ونشره في مصر، وكان يرى أن الحملات الصليبية على الشرق كلها ستنسحق ما لم تنسحق مملكة مصر، ورأى أن مصر هي مركز الكون وأن مصر هي أساس الحضارة وهي نواة الإمبراطورية الفرنسية. ذلك المشروع الذي وقع عليه فيما بعد نابليون بونابرت وجاء بحملته إلى مصر بناء على تعاليم هذا الفيلسوف لايبنتس، الذي رأى أن العالم كله منادات ذرات كلها منفتح على بعض على الآخر، ولذلك الكون كله منفتح على الآخر، فلا يمكن أن ينعزل إنسان عن آخر أو أن تنعزل دولة عن أخرى أو أن تنعزل أمة عن باقي الأمم، هذا الكون كله منفتح على الآخر، وأن من أراد أن يعزل أمة عن باقي الأمم فهو واهم لا محالة. ولذلك كانت فلسفة لايبنتس فلسفة مهمة جدا، وفلسفة المونادولوجيا فلسفة موحية ولها معانيها عند الفيلسوف الفرنسي لايبنتس. وإذا انتقلنا إلى كتاب آخر وهو كتاب الديمومة أو التغير أو التطور الخالق لهنري بيرجسون، سنجده يدور حول فكرة هامة جدا أن هذا الكون هو دائم التغير، وكأنه يعود إلى الفيلسوف اليوناني هيراقليطس الذي قال إنك لا تستطيع أن تنزل النهر مرتين، لأن الماء الذي نزلت إليه مرة قد مضى ثم جاء ماء آخر جديد، وهذا يعني أن العالم في كل لحظة في تطور وتغير وسيرورة وتقدم لا يستطيع أحد أن يوقفها، وعلى الإنسان أن يسير هذا التغير وهذا التقدم وهذه السيرورة فلا يتوقف مكانه، فإذا توقف مكانه تخلف عن الرب كما تخلفنا نحن كثيرا عن الرجل الحضاري. وأتمنى أن نتعلم من هذا الكتاب أن نسير الحضارة وأن نسير حركات التغير والسيرورة والتقدم حتى نلحق بالرب. ونختتم من الكتاب العاشر والأخير، وهو كتاب البراجماتية للفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس، وهو فيلسوف معاصر ولد سنة 1842 وتوفي سنة 1910، لكن ما زالت أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية براجماتية. فماذا تعني البراجماتية؟ البراجماتية باختصار هي المنفعة، فكل إنسان يسعى إلى منفعته. عندما يفكر كل إنسان في مصلحته الخاصة فإننا نطلق عليه لفظ البراجماتي، والبراجماتية هي المصلحة والمنفعة، بل قاسوا صواب الفكرة وصواب الفعل بمدى نفيتها. فأي فكرة لها تحقق منفعة هي فكرة صحيحة، أي فكرة تحقق مصلحة هي فكرة صحيحة، أي فكرة
ليس لها منفعة تعود على الشخص أو على الجماعة فليست فكرة صحيحة ولا يعتد بها، ويرى أنها فكرة خرافية ساذجة، حتى أنهم وصلوا بأن إذا كانت فكرة وجود الله سبحانه وتعالى لها منفعة فالله موجود. فلما نظر ويليام جيمس فقال الله موجود، الله ضروري ويحقق فينا الطمأنينة، ويحقق الله خير، فلذلك اعترف بوجود الله ليس بشيء الا لان وجود فكره وجود الله هذه لديها منفعه اليهم. ولكن الامريكان الان يبحثون عن منافعهم في كل شيء، فهذه هي فلسفتين التي يعتمدون عليها. ولكن في هذا الكتاب يشير ليست الى المصلحه، ليست على حساب ليس انا وبعدي الطوفان، ولكن مصلحتي في الأساس، ولكنهم وضعوا شرطا أخلاقيا، قالوا خيرية الوسائل تشترط، أو خيرية الغايات تشترط خيرية الوسائل. معنى الطالب يغش في الامتحان لكي ينجح، النجاح منفعة، لكنهم قالوا هذه ليست فكرة أخلاقية، ولكن لكي تنجح لابد أن تجتهد، لابد أن تعمل، لابد أن تجد. ولذلك جد الأمريكان واجتهدوا فصاروا أقوى الأمم وأكثرهم تقدما عن طريق الفلسفة البراجماتية التي اعتنقوها وأخلصوا لها. ولذلك دار هذا الكتاب بين كل الحضارات، حضارات الشرق الأدنى القديم ممثلة في الحضارة الصينية وممثلة في كتاب الكتب الخمسة للفيلسوف كونفوشيوس، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى كتاب الميتافيزيقا للفيلسوف اليوناني صاحب الحضارة اليونانية أرسطو طاليس، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحضارة الإسلامية وعرضنا لكتاب الحروف وكتاب حي بن قزام وكتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال للفيلسوف العربي ابن رشد، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحضارة الأوروبية ممثلة في كتاب الأورجانون الجديد لفرانسيس بيكون، إنجليزي فرانسيس بيكون، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحضارة الأوروبية ممثلة في رينيه ديكارت وتأملات في الفلسفة الأولى، ثم انتقلنا بعد ذلك لكتاب لايب بنتس المونادولوجيا، ثم تطور الخالق لبيرجسون، ثم احتكرنا بالحضارة الأمريكية المتقدمة حاليا وكتاب البراجماتية لمؤلفه الأمريكي الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس. أرجو بأن أكون قد أضفت إلى حضارتكم شيئا جديدا، وأن أكون قد استمتعنا بعرضي لكتاب مصادر فلسفية، ذلك الكتاب الصادر في العام 2011. أشكركم جميعا وأشكركم لحسن استماعكم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة التعليم العالي.